أيها الإخوة الكرام، الدنيا والآخرة، الدنيا لها خصائص والآخرة لها خصائص، ومن مسلمات العقيدة أن يعلم المؤمن خصائص الدنيا وخصائص الآخرة. الآخرة دار جزاء، الآخرة دار نعيم مقيم لمن نجح في الابتلاء، والآخرة دار شقاء أليم لمن لم ينجح في الابتلاء. الدنيا دار عمل، والآخرة دار تكريم. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. فهناك خصائص كبيرة وصارخة للدنيا والآخرة. نحن في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار امتحان. أنت ممتحن أيها المؤمن في كل شيء أعطاك الله إياه، أعطاك المال والمال مادة امتحانك، منعك من المال ومنع المال مادة امتحانك، أعطاك صحة والصحة مادة امتحانك، منعك من الصحة ولو جزئياً وهذا المنع مادة امتحانك، جعلك قوياً والقوة مادة امتحانك، وجعلك ضعيفاً والضعف مادة امتحانك. أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك. من أدق الأدعية النبوية هذا الدعاء المتعلق بهذا الموضوع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب. رزقتني صحة، اجعل هذه الصحة في طاعتك. رزقتني مالاً، اجعل هذا المال من أجل الآخرة. رزقتني مكانة اجتماعية، اجعل هذه المكانة دعماً للحق. وما زويت عني ما أحب جعلتني فقيراً، يا رب اجعل هذا الفراغ الناتج عن الفقر في رضوانك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما سويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني يؤجر مرتين، يؤجر إذا أعطي ويؤجر إذا منع، يؤجر إذا اغتنى ويؤجر إذا افتقر. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير. أيها الإخوة، هذا تمهيد. ما دام الدنيا دار ابتلاء، ومن الابتلاء ألا تكون قوياً، ومن الابتلاء ألا تكون صحيح الجسم، ومن الابتلاء ألا تكون آمناً، ولنبلونكم بشيء من الخوف. هذه الآية موجهة للمؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
لذلك أيها الإخوة، لأن حياة المؤمن حياة ابتلاء، لأن من أكبر مظاهر الابتلاء الحرمان، ما الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله؟ أنت حينما تبتلى لا سمح الله ولا قدر، والأدب النبوي أن تسأل الله العافية. الدعاء المذهل في الطائف حينما مشى النبي على قدميه من مكة إلى الطائف 80 كيلومتر، لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبون ويسخرون منه، وأغروا صبيانهم فضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف. دعا دعاء يحتاجه كل مسلم، قال: يا رب، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. أما الأدب المذهل لكن عافيتك أوسع لي. لذلك سلوا الله العافية، سلوا الله الكفاية، سلوا الله الصحة. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. لأننا في دار ابتلاء، ولأن من خصائص الابتلاء النقص في المال، في البنين أحياناً لم ينجب، النقص في الصحة. لذلك موضوع هذه الخطبة الصبر. الصبر ورد في القرآن الكريم في 93 آية، لكن اخترت لكم من هذه الآيات 20، لكن كل آية تغطي جانب، يعني في موضوع دقيق جداً يؤخذ من مجموع آيات الصبر. أولاً يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. أنت حينما تتصل تسعد، وعندئذ بعد اتصالك بالله أنت أكبر من أكبر مصيبة. والله أيها الإخوة، أقول هذه الكلمة دائماً: المؤمن أكبر من أكبر مصيبة. والدليل: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان إذا أصابته مصيبة يقول: الحمد لله ثلاثاً، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. مصيبة الدين هي المصيبة، مصيبة الدين أن تأكل المال الحرام، مصيبة الدين أن تعتدي على حرمات الناس، مصيبة الدين أن ينافق الإنسان. الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني أيها الإخوة الكرام، ما دام دينك سليماً فأنت في خير، ما دام الدين سليماً تؤدي العبادات، تتصل برب الأرض والسماوات، تخاف الله، ترجو ما عنده، محسن إلى من حولك، أنت في خير، أنت في نعمة لا تعدلها نعمة، لأن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة، بل إن تمام النعمة الهدى. لذلك: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني إن لم تحكم اتصالك بالله وتسعد بهذا الاتصال، كن صابراً. والصبر، يعني أحياناً يكتب شيك برقم 1,000,000، 100,000,000، لكن في سند لا تقدر قيمته برقم، موقع والرقم متروك لك، أنت عبي، اختار أكبر رقم
هذا معنى قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل شيء له حساب إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أيها الإخوة، حينما أقرأ قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا، يعني مؤمن مستقيم امتحنه الله بمرض فهو صابر. أنا لي أخ كريم من إخواننا الكرام أصيب بورم خبيث، تقسم بالله زوجته، دام المرض سنتين، تقسم بالله زوجته بأيمان مغلظة أنها ما سمعت منه في السنتين إلا الحمد لله، وتوفاه الله على هذه الحالة. شيء قليل أن تكون صابر. أنت تعرف الله معناته؟ يعني أب ضرب ابنه، أب كله رحمة لمصلحة ابنه، لا يفسر تأديب الأب لابنه إلا لصالح الابن. لذلك الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني أن تكون متصلاً بالله أنت في قمة السعادة. ويا ربي، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الآية الثانية: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قد يدور الزمان، يقوى الكافر، يستكبر، يتحدى، يتبجح، ولكن العاقبة للمتقين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لذلك من ضحك أولاً ضحك قليلاً وبكى كثيراً، ولكن الذي يضحك آخراً يبكي قليلاً ليضحك كثيراً إلى أبد الآبدين. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فاصبر إن العاقبة للمتقين. الأيام تدور، أناس يرتفعون، أناس ينخفضون، أناس يصبحون أغنياء، أناس يفتقرون، وفي النهاية والعاقبة للمتقين. هؤلاء الشباب الضعاف الفقراء الذين كانوا حول النبي من أسر فقيرة اتبعوه، دائماً جائعون، مجاهدون، في النهاية سيدنا بلال، سيدنا سعد، كلهم سادتنا، هم في لوحة الشرف في التاريخ. والذين ناهضوا هذه الدعوة زعماء قريش، أغنياء قريش، كبراء قريش، هم في مزبلة التاريخ. والعاقبة للمتقين. صدق أيها الأخ ولا أبالغ، أنت الآن شاب تخاف الله، ترجو ما عنده، تقيم الصلوات، أنت محسن مستقيم، تنصح من حولك، بار بوالديك. أقسم لكم بالله، في عندي يقين يفوق حد الخيال أن هذا الشاب قد لا يملك الآن شيء، لا بيت ولا زوجة ولا عمل، لكنه محب لله. أقسم لكم بالله أن هذا الشاب له مستقبل كبير. كيف؟ لا أعلم، بس أنا أعلم عدل الله. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أيها الإخوة، آية قرآنية: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، معقول؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل بطولتك أن تكون ممن يعلم، كل بطولتك أن تكون من أصحاب الجنة، ممن وعدهم الله بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. في النهاية المتقون في أعلى عليين، المتقون في لوحات الشرف، المتقون في جنات عرضها السماوات والأرض. الآن من خصائص المؤمن أنه محسن، والإحسان عطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، من صحته. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقسم لكم بالله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمحسنين. لك عمل صالح، هل تعيش للآخرين؟ هل عندك قلب رقيق؟ هل تبذل من مالك، من وقتك، من جاهك، من مكانتك، من علمك، من خبرتك لهؤلاء الضعاف المساكين عباد الله عز وجل؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يعني قد تجد بالمثل القريب من حياتنا طالب مهمل، لا يدرس، لا يداوم، لا يقرأ، لا يؤدي امتحان، يمضي وقته كما يتمنى وكما يشتهي وكما يريد، وطالب آخر ملتزم بالدوام والدراسة. انظر لهذين الطالبين بعد 20 عام، واحد له مكانة في المجتمع، متألق، في بحبوحة مالية، له مكانة اجتماعية، والثاني يعاني ما يعاني. واصبر فإن العاقبة للمتقين. العاقبة المستقبل للمتقين، يعني الأيام تدور. هذا الذي لزم بيوت الله عز وجل، حضر دروس العلم، طبق هذا المنهج في بيته، في عمله، خاف من الله، غض بصره، أنفق من ماله، طلب العلم، هذا يجب أن تراه بعد 20 عام في أعلى مكانة وفي بحبوحة وله عمل صالح كبير وهو من أسعد الناس. هي قوانين إخواننا الكرام، هالقوانين يشار إليها بالقرآن الكريم أحياناً. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، مستحيل. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستحيل، ألف 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 مستحيل.
بل إن زوال الكون أهون على الله من أن يعامل المحسن كما يعامل المسيء. في فرق كبير، وهذه وعود الله فوق المكان والزمان، فوق كل الظروف، فوق كل الأنظمة. المؤمن وعده الله بحياة طيبة. ومرة ثانية، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق هذه الحياة الطيبة للمؤمن. في أي عصر، بأي وضع، بأي ضائقة، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أذكرهم بأيام الله، يعني أنت أيها المؤمن لك عند الله أيام. في مرة دعوته فاستجاب لك، في مرة نجاك من ورطة كبيرة، في مرة أعانك في الامتحان، في مرة جمعك مع أهل الخير، مع أهل الحق، في مرة جمعك مع زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. ذكرهم بأيام الله، كيف الله جعلك من أبوين شريفين، كيف أعانك على طاعته، كيف جمعك مع أهل الحق، كيف دلك عليه. وذكرهم بأيام الله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يملك التوكل على الله. التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. التوكل حالة راقية جداً. الإله العظيم بيده كل شيء، وضعت حاجتك عنده واستسلمت له وارتحت. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لكن الله يعلمنا أن الصبر هو فضل من الله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله. لذلك المؤمن الصادق في خلوته مع ربه، في مناجاته، يقول له: يا رب أعني على الصبر. سيدنا عمر ما أصابته مصيبة قط إلا قال: الحمد لله ثلاثاً، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ أعنت على الصبر عليها. أعانك على أن تصبر، لم تكن أكبر منها، لم تكن في دينك. الآن في عنا نوع من الصبر دقيق. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. في درس دين بالجامعة، بس بالجامعة ما في كراسي ولا في ضيافة. ممكن تذهب لعند صديق ويكون سهرة مختلطة، وتتمتع بمفاتن الحسناوات، وتكون مرح بالجلسة، وتقضي هيك للساعة 12 بقول لك ما بنساها السهرة، بس كلها بالمعاصي. ممكن تجي على بيت من بيوت الله تستمع لدرس علم، قاعد على الأرض ما في ضيافة أبدا. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. منهج: كن مع المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، فالسعادة معهم والتوفيق معهم، ولا تكن مع أهل الدنيا المنحرفين الذين لم يعبأوا بطاعة الله. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. العبادة تحتاج إلى جهد. صلي العشاء، الناس بيسهروا عن النوم رأساً، صلي العشاء ما بتقدر، في أربع ركعات وفي وتر وفي فرق وفي سنة. فاعبده واصطبر لعبادته. في رمضان في صيام، بأشهر الصيف واصطبر لعبادته. في بالطريق حسناوات،
غاديات ورائحات وكل مفاتنهم ظاهرة، واصطبر لعبادته، غض البصر، في جهد للدين، في تكليف، فاعبده واصطبر لعبادته. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. قال لعلك ترضى، أنت حينما تتصل بالذات الكاملة، حينما تتصل بأصل الجمال، بأصل الكمال، بأصل النوال، أنت ماذا تحب؟ أنت تحب الجمال والكمال والنوال، هي أساسيات. كل شيء جميل يحب، والكامل يحب، والعطاء يحب. واحد أعطاك بيت تتزوج فيه، الله يجزيه الخير، تحب النوال، تحب الجمال، تحب الكمال، والجمال والكمال والنوال عند الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. من هو الفائز؟ الصابر. يعني هو الصابر، ما فلسفة الصبر، أنت مخلوق أودع الله فيك الشهوات، شهوة الطعام والشراب، شهوة الجنس، شهوة العلو في الأرض، هي كلها شهوات أساسية. الشهوات الله سمح لك بحيز محدد، شهوة المرأة زوجتك فقط. بالإسلام ما عندنا خليلة أبداً، ما عندنا صديقة أبداً، الزوجة، بالمال الكسب المشروع، بالعلو في الأرض العمل الصالح. أنت بالعمل الصالح تعلو عند الله وعند الناس، وأنت من خلال التجارة المشروعة أو الخدمة المأجورة يأتيك المال الحلال تسعد به، وأنت من خلال الأعمال البطولية تعلو عند الناس. الحاجة إلى العلو، والحاجة إلى المال، الحاجة إلى الطعام وإلى الطرف الآخر، هذه الحاجات موفورة في الدين، لكن من طريق نظيف، من طريق شريف، من طريق تعلو به عند الله وعند الناس. فلذلك ما في حرمان بالإسلام، بس في الشهوات التي أودعها الله فيك تأخذها من جانبها الراقي. أيها الإخوة، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاصبر إن وعد الله حق. يعني بصراحة معظم الناس الموت مو داخل بحساباتهم أبداً، بيعيش لحظته. متى ينسى الحليب الذي رضعه من أمه؟ لما بيقترب أجله. أقول لكم وأنا أعني ما أقول، معظم الناس موضوع الموت ليس داخلاً في حساباتهم أبداً، لكن لما يصاب إنسان بأزمة قلبية، والأزمة القلبية في الأعم الأغلب تقربه من الموت، ساعتئذ يدخل في المتاهات. لذلك الله عز وجل قال فما أصبرهم على النار. فالبطولة أن تصل إلى هذه الساعات الحرجة قبل أن تصل إليها، أن تصل إليها بعقلك وتتوافق معها وتتكيف معها قبل أن تصل إليها. أعرف رجل يعني ذهب إلى بلد غربي للمعالجة، فكان الجواب أنه الموت محقق خلال أيام، وتبلغ بطريقة أو بأخرى. بيقول لي قريبه أنه أول يوم جمع أهله وأصهاره وكنائنه وودعه، ثاني يوم حل مشاكله المالية كلها، ثالث يوم له شيخ في الشام زاره وأجر له بعض الأوراد، وكما توقع الطبيب باليوم الثالث الساعة واحدة توفاه الله. لكن بيقول لي قريبه استقبل الموت براحة عجيبة، أنه عمله صالح. من عادته إذا جاء واحد بده مال هيك عادته، وإن كان في ناس ما بيقروا عليها، بيقول افتح الصندوق خذ ما تشاء ولا تعلمني. من محبته للخير، واحد مضطر لمال
طب طبعا مؤمن يعني افتح وخذ قد ما بدك ولا تعلمني. هذا لما جاء الموت كان بأسعد لحظات حياته. الموت تحفة المؤمن أخواننا الكرام، الموت كل حياتك تعد لهذه اللحظة، الموت عرس المؤمن. فالبطولة أن تجعل هذه المصيبة العامة هي ساعة من ساعات الحب مع الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، موضوع الصبر مرة ثانية، في بالقرآن 93 آية عن الصبر، وكل آية لها معنى فرعي مهم جداً. فلما بتتصل للصبر، وإذا في عندك جهاز حاسوب اكتب كلمة فاصبر بيطلعوا الآيات وراء بعضهم كلهم. تابع الموضوع متابعة دقيقة. الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصف صبر ونصف شكر. أنت بين شدة وبين رخاء، في الشدة تصبر، في الرخاء تشكر. إن أردت أن تلخص الإيمان كله شقان صبر وشكر، في الشدة تصبر وفي الرخاء تشكر. والمؤمن شكور وصبور. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.